شنو الحكايه بالضبط؟ عميد الساعه عليها بيك هو. مرحبا بك اسلام، ومرحبا بكافه مستمعين اكسبريس اف ام. مرحبا يا عميد. بيه اول حاجه قبل ندخل في الموضوع، عميد بعيد شويه يمكن على الظهور وعلى الميدان، توحشناك من اللي كنت ملاعب بظهر لي الدرب توا في نادي الفريق في الشبانه. مبدئيا لا، انا عندي توا صافي دو زون ما خدمتش في النادي الافريقي. عام بركه مش دو زون، سامحني، عام بركه ما خدمتش في النادي الافريقي. سينو قاعد درب ولا لا؟ توا لا، توا شويه قرايه شويه كا وشويه خدمه كا. ان شاء الله بالتوفيق خويا. باهي عماد، اكيد شفت الحمله اللي صايره في مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا فيسبوك، وضح لنا شنو الحكايه. باهي خويا اسلام، في اطار حق الرد نحب نبدا بحاجه الساعه اللي هي مهمه برشا. اولا جو سوي فيري ليانا بوثوري، وبالتحديد فرشيشي من ولايه القصرين، وكما ما يخفى على الناس الكل اللي لقب بوثوري موجود تقريبا 10,000 نسمه في حي النور، وموجود في بلايص اخرين زاد، معناتها مش كان في حي النور. معناتها البارح انا كما الناس الكل تفاجات، معناتها العشية جاوني برشا تليفونات كما تعرف في مواقع التواصل الاجتماعي، فما اطراف معينه باجات معينه ما نعرفش تخدم الفلان ولا فلتان، ما نعرفش شنو، ما نحبش نتهم العباد بالحاجات ما عنديش معلومات صحيحه عليها. تفاجأت كيما الناس الكل. نحب ساعه نرجع شويه التالي اللي البارح انا كنت نسمع في المداخله نتاع الماتر معاك في نفس البرنامج اللي بارك الله فيه، وضح برشا حاجات، ولكن فما نقطه كان ينجم يتطرق لها اكثر دقه، اللي هي 60 منخرط. انا كيما الناس الكل بعد اللي تفاجات بالموضوع هذا، ما هو الشغل شاغل ولا هو الفيسبوك، عاودت رجعت للباج نتاع الفيدراسيون نثبت كيما الناس الكل، معناتها دخلت شفت، لكن الرقم هذا مغلوط ماهوش صحيح، تقريبا فما 19-20 واحد هكا جرام ماكس 21. عماد خلينا نوضحوا للعباد اللي تسمع فينا، هم العباد ربطوا بك انت الحكايه مش من فراغ، معناها فما سبب ربطوها بك انت، هو نفس اللقب صحيح، لكن تعرف انت وقت تو تكنولوجيا وفيسبوك، وواحد العباد دخلت كده شرشيت على اساميهم العباد هذوما، فما برشا منهم ديزامي معك انت، على ذاك ربطت الحكايه بك انت، وربطوا ايضا انك خدمت قبل في شبان مع محمد علي البغدير اللي هو اسمه تو قاعد يداوي برشا انه باش يقدم لرئاسه النادي الافريقي. وضح لنا الحكايه هذوما على عماد. راهو انت كي تدخل المواقع التواصل الاجتماعي اكزامبل تحط اكس بوثوري يخرجوا لك 30، معناتها فهمت كيفاش؟ داكوردو، معناتها اكيد باش تلقى فيهم برشا ديزاميه معايا على الفيسبوك بما انهم هما اولاد عمي ونتشرف بهم، فهمتني؟ ولكن اذا كان هما اليوم ما عندهمش حق باش يعملوا انخراط، ما فهمتش شنو السبب وشنو هو المانع، معناتها فهمت؟ اذا كان اليوم انت باش تربط اسم البوثوري اللي هو موجودين 19 تقريبا ولا 20 واحد بالانتخابات الفائده فلان ولا فلتانه، اللي عنده حاجه، اللي عنده دليل تفضل مرحبا بيه. هذوما ناس تخدم على رواحها، بما انها ناس تخدم على رواحها استغلوا الفرصه نهار الاحد، معناتها مشاو كيما الناس الكل، معناتها نحب نفهم المشكل فيهم بالضبط. ما فيهم شكون القوى في الفيسبوك لابس مناول جمعيات اخرين؟ ماني قلت لك عاد يا اسلام، انت اليوم تدخل تحط اكس البوثوري يخرج لك 30 واحد نفس نفس نفس, نفس الاسم واللقب. فهمت فهمتني؟ انت تعرف ان الناس هذوما اللي ما عندها ما تعمل، الارقام اللي هي على الفيسبوك والباجات، نورمال ينجم يحط لك من انسان، تلقى رمزي بوثوري يحب النادي الافريقي، وتلقى رمزي بوثوري يحب الاسبيرانس. وشوف ومش صدف، معناتها مش صدف انه رمزي البوثوري اللي هبطوه الراجل يعيش البرة في الخارج على روحه، معناتها ولد عمي وامي معايا ومكشخ. فهمتني؟ معناتها شيء يعمل عار، معناتها اذا كان اليوم الواحد باش يولي، معناتها حديث الناس الكل اللي يسوى حشاك واللي وحش المستمعين اللي يسوى اللي ما يسواش، انا بالنسبه لي انا راه الموضوع هذا معناتها صحيح قلقني، ولكن بما اني انا متاكد من روحي ونعرف روحي انا شنو، واغلبيه الكلوبيستي يعرفوني راه بالواحد يعرفوني، انا مانيش جديد، انا من عام 90 في النادي الافريقي كلاعب وكمدرب، يعرفوني انا ويعرفوا شنو اخلاقي بالضبط، ويعرفوني انا السقف هذا نجي تحت ولا ما نجيش تحت، معناتها كل واحد يتحمل مسؤوليتي. بالنسبه لي انا راه باش نقول لك حاجه يا اسلام،
راهو ما عندك حتى فكره، راهو احنا حي شعبي والناس الكل تعرفوا حي النور، فما ناس تجري بصراحه. معناتها اذا كان الانسان مش يوصل امه تتسب ولا يتمشى في شي شخص ولا في عرش ولا كذا، انا راهو واحد من الناس راهو باش نقدم عريضه لوكيل الجمهوريه، فما طاج والا اثنين اللي هما اللي بداوا يعملوا في الحمله ذي، وكل انسان يتحمل مسؤوليته. كل انسان يتحمل مسؤوليته في الاخر بالكل. وراهو عماد البزوري الرؤساء اللي خدموا في الفتره الاخرانيه الكل اصحابه، راه الكل اصحابه يعرفوا، من عبد تيمنوس لمروان حموديه بغير كل عندي بهم علاقه مباشره وغير مباشره. يا اخي انا مش نابورت كي، راه انا لاعب في النادي الافريقي راه. صحيح، يعطيك الصحة، شكرا لك عماد على التوضيح هذا الأكيد اللي يهم أكيد أحبائي النادي الإفريقي. بعد شوية الأخبار تجيكم مع زميلتي أسماء المدبو، مواصلين في فير بلاي حتى للخمسة.